برحب بحضراتكم مرة أخرى في اسأل مجرب. إذا كنا بنتكلم على الزراعة وعلى الإنتاج وعلى الحفاظ على الأمن القومي الغذائي، لازم يكون في تطبيق للعلم. النهاردة وأنا موجود في هذه المنطقة متابع أراضي صحراوية كتيرة جدا، متابع أراضي رملية، نسبة الملوحة مرتفعة في المياه وفي التربة. هنسيب هذه الأراضي ولا هنشتغل؟ هنطبق العلم ونستفيد من هذه المساحة في إنتاج محاصيل مختلفة. بنتكلم دايما على الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل، وإن احنا عندنا نسبة كبيرة جدا من المحاصيل نقدر إن احنا نصدرها لأن بتتمتع بخصائص ومميزات تنافسية. النهاردة هوريكم نموذج لتطبيق تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي لإنجاح زراعة الزيتون على 3000 جزء في المليون. 3000 جزء في المليون، وبنشتغل وبننتج وبنزرع. برحب بيك في البداية. مرحبا. تعرف بيك. احمد القطيفي. القطيفي. احنا هنا فين دلوقتي؟ احنا في الوادي، منطقة الوادي النطرون. ده في الوادي النطرون. منطقة العدالة. العدالة. طبعا هنا الأراضي مختلفة خالص عن حوش عيسى، هناك أراضي قديمة جميلة وخصبة. تمام. هنا أنا واقف في أرض رملية في الصحراء. تمام. تمام. الزيتون. كلمنا عن الأرض هنا، مساحتها قد إيه؟ بقالك كام سنة بتشتغل فيها؟ كلمنا عن الأشجار دي. احنا المنطقه هنا من مساحه بتاعتها 300 فدان. المنطقه اساسا هي اساسها الرمليه بتاعتها الزيتون والرمان. احنا زارعين في 2016، كان فيه تغيير في الزيتون مش قبل الميه، كانت واقفه معانا شويه من 2016. المزرعه دي الشجر ده عمره 2016، يعني ده شجر من 2016. الشجر ده عمره 6 سنين. شجره هزيله، ميه ملحه، 3000 جزء في المليون مأثره على انتاجها. تمام. فيها نوع من التقزم من 2016، 6 سنين بيضيعوا في المجهود والمصاريف والوقت، واحنا مستنيين ان احنا نزود انتاجنا. صحيح. فمن 2016 وانت الشجر ده موجود هنا. تمام. بتتعامل معاه بقى ازاي؟ بتعاوز تحل المشكله، عملت ايه طول ال6 سنين؟ صرفت، كنت بصرف جاز يعني كتير، وتسميد عشان الملوحه وعشان الميه، احماض وكالسيوم وتسميدات ياما. ما كانش فيه تغيير برضو، كانت الحركه ضعيفه جدا. عمال يصرف جاز علشان بيشغل الميه على طول. تمام. عايز يغسل وعاوز يروي، مهما الزرع خد من ميه ما بيشبعش او ما بيرتويش. صح. ده اللي كان بيحصل. صحيح. كان بيخش معدل الفدان مثلا بياخد يوميا 3 ساعات ميه، وكان شغال جاز، وما كانش فيه اي تغيير على الشجره او البراعم او انها ما بتشبعش ميه. ايوه. بتعطش تاني على طول. تمام. فالحمد لله في تغيير، الحمد لله دلوقتي في تغيير في النمو، في تغيير في الحجم والمحصول. بسم الله ما شاء الله السنه دي الحمد لله. طيب انا وصلت لمرحله ان انا من 2016 هنا 300 فدان مزروعين زيتون. الشجر اللي احنا شايفينه ده من 2016. مفيش نموات عشان نسبه الملوحه مرتفعه. جرب كل الحلول، ابتديت تفكر في حاجه جديده. تمام. مين اللي قال لك على تقنيه معالج المياه المغناطيسي لشركه دلتا ووتر؟ اتعرفت عليها ازاي؟ اقتنعت بيها؟ ايه اللي حصل؟ والله هو عن طريق المهندس اسمه اسلام، مهندس اسلام حمدي، اتعامل مع الدكتور محمد حجازي، وبسم الله ما شاء الله في تغيير في المزرعه جامد، جذر كبير. فتعاملنا معاه وبدينا نتواصل معاه، والحمد لله ركبنا الجهاز، والحمد لله في تغيير. الجهاز ده بقى له قد ايه عندك هنا؟ كده احنا بقى لنا سنه الحمد لله. سنه. انت مركبه على كام فدان؟ احنا مركبينه على 100. على 100. اربعه بوصه. اربعه بوصه لكام فدان؟ ل 100. ل 100. اربعه بوصه ل 100 فدان. اخبار ال 100 فدان ايه؟ لا بسم الله ما شاء الله، تغيير في البراعم، تغيير في حجم الزيتون لما بيبقى فيه طرح. حجم الزيتون هي ايام الطرح، ايام الموسم اللي هو بتبقى فيه تكوين الحبايه، بتبقى محتاجه ميه ياما. قلت معايا في ساعات الاستهلاك بتاعه الجاز لان بقت تشرب. في تغيير في الزراعات الثانيه، ادتني مساحه ان انا وفرت ميه بس عايز اصرف ثاني عليها، ادتني مساحه ان انا اخش في مجال ثاني ازرع محاصيل. ابتديت افكر بقى، الحلم ابتدى يكبر. تمام. في ريح الخرطوم، في ريح الزيتونه، بقيت ازرع محاصيل زي البطيخ الجزجزه، زي الفول، زي بسم الله ما شاء الله، زي الاناناس. زرعنا الاناناس وكان في فول اناناس، بطيخ اللب او الازازه زي ما بيقول. ابتدى يفكر ان هو يتنوع، يحاول يجيب حاجه يصرف منها. الزيتون معمر شويه. صح. تمام. وحولت الارض، اعتبر بقت معانا الارض هنا زي الارض بتاعت البلد اللي هي العاديه خالص، اللي عايشه بقالها 20 30 سنه، منخه موجود كويس، الميه بتاعتها كويس، التربه كويس، تمت دي زي دي. مفيش فرق كبير يعني الحمد لله. يعني زي ما احنا شايفين
ما ينفعش اقول اصل دي ارض صحراويه والارض هنا رمليه، اصل انا الزيتون عندي تعبان فهقلع الشجر. لا، في حاجه اسمها علم، في حاجه اسمها ان انا استفيد من التكنولوجيا. بنتكلم على ملوحه 3000 جزء في المليون، بتكلم على اشجار عمرها 6 سنين النمو بتاعها يعتبر بطيء جدا، النهارده حصل تحسن، حصل اثمار، الحجم كده. تقدر تقول لي التكلفه قلت وفي زياده في الانتاج؟ في زياده في الانتاج والتكلفه قلت في بالنسبه للجاز بالنسبه للتسميد. انا كنت بعوض نسبه الملوحه، لان كانت عندي نسبه الملوحه 3000، بقيت دلوقتي اعوضها. كنت بعوضها في الاول بالتسميد الزائد اللي هو زي الكبريت، حمض الكبريتيك، حمض الفسفوريك، حمض الناتريك، كان على طول ري كامل على طول بتسميد. ما برويش من غير تسميد عشان ادي الشجره، هي بتحتاج 10 لتر ميه، لو رويت من غير الكلام ده هي بتشرب بس ما بتستفادش بيه. فوفرت في التسميد جذري كبير، ووفرت في الجاز، فمتى كل بروي كل يوم. دلوقتي بقيت اروي 3 ايام في الاسبوع، بقيت اقلل في عدد الساعات في الميه، بدي مثلا 2 ساعة في الاسبوع للمساحه كذا حسب التحويله، حسب المساحه المفتوحه. تم في تغيير في الجزء ذات نفسه من فوق، الشجره نفسها جبله بتديني نموات فوق، بتديني براعم في طول في حجم في الشجره، الحمد لله. بعد 6 سنين من 2016 معاناه مع النمو، معاناه مع المصاريف، زياده في التسميد، زياده في عدد ساعات الري، مصاريف كتيره جدا للجاز زي ما بيقول، قدرنا نحل المشكله. وكمان مش كده وبس، قدرنا نتوسع في المحاصيل، بقى عنده تنوع، نزرع فول، بنزرع كنتالوب، بنزرع بطيخ او لب بطيخ. تمام. فدي كلها زياده في دخل الارض الزراعيه وتحسين لخصوبتها. عايز اتكلم على التربه نفسها، حاسس ان الارض عندك جودتها بتتغير، يعني بتتغسل، بتتحسن بطريقه كبيره. كانت بالنسبه في الاول الري كان مفيش مساحه للميه انها تصرف فيها. دلوقتي بقت الشجره بتستفاد بكل نقطه ميه بتنزل، ان هي بقت ما عادش فيها نسبه الملوحه نهائي. التربه بقت سهله معايا لدرجه ان انا بقيت اعمل خط بعديها بمسافه. يعني بعمل خط في خط الزيتون في مسافه، لان ده كل ده حنان ماشي معايا من الميه، لان الميه بتشبع الشجره وبتديني كمان مساحه في الارض.